احنا اليوم كنتواجدوا بمقر وزاره الوزاره المكلفه بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اطار توقيع الشراكات مع المجتمع المدني، وحنا جد مسرورين بان الجمعيه ديالنا كانت من بين الجمعيات المختاره لتمويل المشروع ديالها اللي كيهم المساهمه في تعزيز اليه الديمقراطيه التشاركيه وتعزيز الحكمه الجيده ما بين جميع المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني مع الادارات. وفي هذا الاطار اللي الجمعيه ديالنا كتشتغل على تقويه الامكانيات والقدرات للنساء وسورتو المعنفات اللي كنحاولوا ندخلوهم في سوق الشغل، وكنحاولوا اننا هذه المراه كتكون مساهمه في التنميه المحليه، وهي معروفه في بركان بهذا العمل اللي كتقوم به في اطار واحد المركز اللي كنديروا فيه التكوينات في جميع الحرف والمواكبات ديال النساء العاملات. تفعيل او المساهمه في تفعيل الخيار الاستراتيجي ديال الوزاره، والمساهمه ايضا في تفعيل السياسه العموميه الخاصه بولوج الرقمنه والتمكين الرقمي. المشروع ديالنا تقدمنا به لفائدة عدد ديال الجمعيات بطبيعة الحال بالإضافة لنا لتقوية قدراتنا في هذا المجال، المجال الرقمنة بصفتها أصبحت أداة وفرضة يعني شروطها في عصرنا الحالي، والغاية منها أن تقوي القدرات ديالنا في مجال أداء الخدمات والأنشطة ديال الجمعيات وتنويع الفضاءات ديال التواصل. طار يعني دعم المشاريع الموجهة للجمعيات اللي كتشتغل في كل ما يتعلق بمواكبة وتتبع السياسات العمومية من خلال يعني التفعيل وتنزيل الآلية ديال الديمقراطية التشاركية. هذه الآلية هذه اللي احنا كنعتبروها أحد المداخل الأساسية ديال الإنجاح ديال الورش التنموي الكبير في البلاد ديالنا، ولكن يعني كنلاحظوا مع كامل الأسف كفعالية مدنية ديمقراطية وأنه يعني البلاد ديالنا كتمشي بجوج ديال السرعات، السرعة اللي كيعني من خلال المجهودات يعني المجهود الجبار بطبيعة الحال اللي كتقوم بها الوزارة شخص المديرية ديال المجتمع المدني في كل ما يتعلق بمواكبة الفعاليات المدنية من أجل تفعيل حقيقي يعني المكونات ديال الديمقراطية التشاركية. يعني هذا المجهود هذا كنلاحظوا بانه ما كيواكبوش مجهود اخر موازي ليه من طرف يعني الهيئات المنتخبه وخصوصا يعني الجماعات الترابيه، اللي مع كامل الاسف كنلاحظوا مجموعه من يعني من الاختلالات اللي كتعرفها عده جماعات على المستوى الوطني. يعني هناك يعني عدم فهم ربما يمكن المضمون او المضامين ديال الاليه ديال الديمقراطيه التشاركيه، وهذا الشيء كيتجلى بطبيعه الحال سواء في اغلاق الدورات او كذلك يعني كيفيه التشكيل ديال الهيئه ديال تكافؤ الفرص. اليوم مابقاش مسموح نهائيا في المغرب انه يعني رؤساء الجماعات يشكلوا الهيئات على المقاس ديالهم بطبيعه الحال، لانه يعني لابد من الاعتراف ما دام الدستور المغربي اعترف يعني بالمجتمع كمكون اساسي، بالتالي لابد لهاد رؤساء الجماعات انهم خصهم يرقوا المستوى ديال التطلعات ديال المجتمع المدني عموما، وكذلك خصهم يواكبوا المجهودات ديال الوزاره من جانب اخر. كذلك يعني بطبيعه الحال ما كنفهموش علاش يعني بعض المنتخبين خصوصا اللي كيكونوا برلمانيين او مثلا كاين مجموعه من الامثله كيكونوا اعضاء في مكاتب مسيره سواء في مجلس المستشارين او في البرلمان، وكان يعني كنلاحظوا انهم كيمارسوا واحد المجموعه من الممارسات اللي كتناقض مع الاهداف ديال يعني ديال الدوله الاجتماعيه، وكتناقض كذلك مع كل ما يتعلق بالديمقراطيه التشاركيه. ويعني النداء اللي ممكن نوجهوا لهذا النوعيه ديال المنتخبين وانهم خصهم يرقوا المستوى ديال التطلعات اولا ديال المجتمع المدني باش يكون فاعل اساسي في تفعيل يعني التنميه بصفه عامه والتنزيل الحقيقي من اجل مواكبه حقيقيه ومواكبه مواطنه مختلف السياسات العموميه، لان يعني في الاخير كنا كنخدموا بطبيعه الحال الصالح ديال يعني الصالح العام ديال البلاد ديالنا.